الشباب يحوس العشرات عشرات تاع السودة ايام 72 ايام 92 يحوس الردع. حنا نقولوا للنظام باذن الله والله غير يسقط ويسقط بالسلميه ان شاء الله وتبدا تصعيد. ونهار السبت يا جماعه راهي كاينه مسيره في الجزائر مسيره مليونيه مثل مسيره تاع الكلاب تاعهم اللي قالوا باللي يساندوا الانتخابات ويساندوا القيصره. حنا نحوس نساندوا الشعب نتاعنا ونساندوا المعتقلين اللي راهم في السجن والناس اللي راهم يخلطوا. حنا نبقاو 600 السلام عليكم وما زالنا نبقاو 600 والنصر قريب وربي ينصرنا وربي ينصرنا.